قبل الفاصل كنا نتحدث عن الذين يحجبون عن الله تبارك وتعالى. من هم الذين يحجبون؟ ماذا يكونوا ارتكبوا في حياتهم؟ أي إنسان وقع في معصية يحجب قطعا. قد يكون الحجاب كثيف أو قليل، طويل أو قصير. أي معصية دكتور؟ أي معصية. المعصية حجاب بين العبد وربه. طب كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أكاد أقول أكبر عقاب يصيب المؤمن أن يحجب عن ربه تماما. أب كامل تربوي عالم جليل رحيم له علاقة مع أولاده طيبة، إذا قال لي أحد أبناء لا تكلمني، أكبر عقاب هذا. صحيح. أكبر من الضرب، لا تكلمني. فالحجاب أبلغ شيء للمؤمن اللي عنده إحساس، اللي عنده حساسية، اللي عنده هيك مشاعر لطيفة، هذا عقاب كبير جدا. والمقصود بأن يحجب عن الله أي لا تنعقد صلة بينه وبين الله، يعني ممكن يصلي لكن لأن لا يذوق ذنبه حجبه عن ربه، يقرأ قرآن لكن لا يتدبر أبداً. ولا يخشى. حتى قيل من صلى ولم يشعر بشيء، من قرأ القرآن ولم يشعر بشيء، من ذكر الله ولم يشعر بشيء، فليعلم أنه لا قلب له، ما له قلب أساسا. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا السبب المعاصي والآثام تحجب عن الله عز وجل. يعني مثلا بائع جاءته امرأة تريد شراء قماش، متفلتة، ملأ عينيه من محاسنها وتكلمها كلاما لطيفا في نوع من الغزال مثلا، هاللون بالبالك يعني مثلا، أدنى العصر راح يصلي. أنا لا أصدق أن يستطيع أن ينعقد مع الله صلة. لما استمتع بمحاسنه، لما تكلم كلام رقيق لا يليق ببائع، لا يحرم الصلاة لكن يحرم حلاوة الصلاة، حلاوة الإيمان في الصلاة. فلما غابت عنا حلاوة الإيمان كرهنا الصلاة. ما لا معنى حركات وسكنات. والله صدقت أنت تصف حال كرهنا الصلاة، يعني في ناس يصلي ويكرهها لأنه عبء عليه كبير، ركعتين سنة قبلية والفرض وسنة بعدية، هو محجوب عن الله عز وجل. لذلك كل الخواطر تأتيه في الصلاة. عنده واحد ثلاث سندي تاجر بيحل مشاكل أول صندوق أول ركعة، والصندوق الثاني بتاني ركعة، والثالث تالت ركعة. لكن لما نحجب حجبنا عن العبادة الأولى في الإسلام. لكن لما تنعقد الصلاة مع الله يسر بالصلاة أبدا، فينتظر الصلاة مع الصلاة أبدا. أرحنا بها. الله يفتح لك. سيدي كلمة واحدة الآن، أرحنا منها. والعياذ بالله. والفرق كبير بين أرحنا بها وأرحنا منها. إن شاء الله نكون كما كان الحبيب عليه الصلاة والسلام. نعم. أرحنا بها يا رب. إذن دكتورنا، المعادلة الإلهية يفترض في كل إنسان يصلي أن يذوق حلاوة الصلاة طبعا، والصائم أن يذوق جمال الصيام. يعني خمس صلوات بإقامة وأذان وسنة قبلية وبعدية وما في صلة بالله، معقول العبادة الأولى المتكررة التي لا تقف بحال أن تؤدى شكلها، هي المشكلة. إذن حينما أصل الإنسان ربنا سبحانه وتعالى حرم أن يتذوق لذة العبادة دكتور، حرم لذة الإيمان، حلاوة الإيمان. نعم. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاثة. واحد أن يكون الله يعني في قرآنه والنبي في سنته أحب إليه مما سواهما. متى؟ عند التعارض. طبعا أي إنسان مسلم بالأرض كلها تقول له سائلا أليس الله ورسوله أحب إليك؟ طب لك طبعا 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 طبعا. أما لما تعارضت مصلحته المادية، لازم يستورد بضاعة فيها شيء محرم، لك مضطرين عندي أولاد، لما هو سمح لنفسه يقترب من المعصية فقد لذة القرب من الله عز وجل. أجمل شيء بالدين القرب من الله، يعني حلاوة الإيمان. لما عصى الله عز وجل فقد حلاوة الإيمان. كلام مهم، كلام مهم جدا. طف الدين شكل صلوات، أذان، إقامة، فرض، سنة، قراءة، تجويد، ركوع، سجود، تمام، كله تمام. أما هل انعقدت الصلة مع الله؟ هل بكى في الصلاة؟ هل شعر بالقرب من الله؟ ما
مدام في عنده مخالفات، في اختلاط، في مخالفات، في ربا، طريقة بالشراء غير مقبولة، في بيع ربوي، شراء بتقسيط ربوي، مدام خالف الله عز وجل حرم حلاوة الإيمان. صف الدين شفي الله، فأصبح جسدا بالأروح أبدا، يصلي لكن لا روح بهذه الصلاة، وعندئذ تتعطل وعود الله للمسلمين كلها معطلة. يعني عفوا بدي أجيب مثل بس ما بدنا يكون في تشاؤم منه، بيت في ثلاجة، في فريزر، في غسالة، في مكيف، في مروحة، في 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 ميكروويف، شو بيخطر باك أجهزة، بس ما في كهرباء كله واقف وكله قطعة بلاستيكية عبء عليك. فإذا جاءت الكهرباء الغسالة غسلت، والثلاجة بردت، والميكروويفين سخن لك الأكل بدقائق، والمروحة كيفتك، كله اشتغل. عفوا هلا لأنه التيار الأساسي مقطوع، فمن هم أشقى الناس؟ يحرمون من الاتصال بالله لأسباب تافهة، ما لو ارتكب جريمة، ما ارتكب جريمة الزنا ولا قتل ولا شرب خمر أبدا، بس الأشياء الصغائر تتراكم. يعني أنت ماشي بطريق عرضه 60 متر، على اليمين 30 وعلى اليسار 30، في على اليمين وادي سحيق وعلى اليسار وادي سحيق، الصغيرة حرفت المقود سنتي واحد بس، سنتي بس، بس ثبته، ثبت الإنسان على هذه المخالفة البسيطة إطلاق البصر، لكنه لم يستغفر عنها، ما استغفر. هل صغيرة إذا ثبتت قادته إلى الوادي، لذلك قال النبي الكريم لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. يعني مثلا ببلغوك السفر بالصيف يكون الدولاب فيه كمية هواء محددة بحيث أنه على السرعة الهواء بيتمدد، فإذا كان ضغط العجلة لأقصى شيء تنفجر، وإذا انفجرت حادث مريع ومميت. فأنت حريص بالسفر أن تتبع تعليمات الصانع، بيقول لك لازم يكون بالسفر في حجم الهواء غير حجمه بالمدينة، ماشي على 200 على 150، ولو جو حار والهواء تمدد فجر الدولاب، وإذا الأمامي راح حادث مميت صار. ليش بكل شيء تتبع تعليمات الصانع لاعتقادك الجازم أن الصانع هو الجهة الوحيدة الخبيرة في سلامة هذه الآلة وفي فاعليتها؟ فأنت بدافع من حبك لذاتك، من حرصك على سلامتك وسعادتك في الدنيا، تتبع تعليمات الصانع، والكتاب والسنة تعليمات الصانع. وحل هذا الحجاب التوبة والاستقامة أبداً، التوبة الاستغفار عن الذنب والاستقامة، محاولة عدم العودة لإليه أبداً أبداً. جميل جميل، الله يفتح لك يا دكتور. وإلا يصبح الإنسان جسداً بلا روح، أبداً يصلي ولا يدرك، يقرأ قرآن ولا يخشع، لن كلام النبي كلام المعصوم، لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة، 1,800,000,000 ليست كلمتهم هي العليا وليس أمرهم بيدهم، وللطرف الآخر عليهم 1,000 سبيل وسبيل.